مان ريلاكس، ما في طريقة رجعة، يعني لا تتهور. هلا والله حبايبي، وهلا والله بالبونشاويين. ومثل ما شايفين وصلنا للحلقة الأخيرة من سايلنت هيل، وهي الحلقة رح تاكل معي وقت وشغل كتير لأنه لازم تكون مقطعة كمان لكذا حلقة، ولكن رح انهي الحلقة مشان التفاعل يلي ما جابته هي السلسلة كأي لعبة تختيم تاني. على كل الشكر خاص للناس اللي كانوا موجودين من بداية السلسلة وتابعوها وعلقوا لي وتفاعلوا معي، I love you جميعا وبتشكركم كتير. هلا بعد ما تشوف النهاية رح تنصدم مثل ما أنا انصدمت وتفوت كتير بأفكار جدا غريبة، فخصصت حلقة خاصة رح أشرح فيها نهايات اللعبة وقصة اللعبة واللور تبعها والشغلات العميقة اللي فيها. فالمهم بالنسبة لحلقتنا لليوم، جيب شي تاكله وتتسلى فيه، اذكر الله بالتعليقات وصلي على النبي، وخلينا نبدأ. What is؟ حسن الوحوش شباب ابو رجلتين. القلعة اللانهائية، المتاهة. هلا وصلنا لعند موزة. مقطع اوتو سيف، بس اليوم نزلت مقطع. ماريا. ماريا. I thought that thing killed you. Are you hurt? Not at all, silly. But the thing... It stabbed you. There was blood everywhere. Stabbed me? What do you mean? It chased us to the elevator and then... James. What are you talking about? Wait, just before. Don't you remember? James? Honey. Did something happen to you? After we got separated in that long hallway. أي ممر طويل. Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. بالفندق. Remember that time in the hotel. Maria. You said you took everything. But you forgot that videotape we made. شريط فيديو صنعنا. I wonder if it's still there. How do you know about that? Aren't you Maria? I'm not your Mary. So you are Maria. I am. If you want me to be. All I want from you is an answer. No, حدا متشكل بالشخصية شباب. Doesn't matter who I am. حدا مأخذ شخصية هيك بتلعب فيني. I am here for you, James. See? I'm real. Don't you want to touch me? No! I don't know. Well. If you happen to make up your mind, لنغير رأيي. I'll be waiting. You will wait كتير بصراحة. I'll find some way to. I'll come back. I promise. No, don't come back, man. خليك زلمة. Interesting. Okay, I come back. هاي مثل غرفة مشفى. Wait, معقول طيب شباب. Okay. إنه عن جد هي مي ميتة؟ ليش؟ أولاً إنه أنا يوم التقيت فيها مرة ثانية، أنا سألتكم نفس السؤال، كيف قدرت ألتقي فيها بالعالم المصدي؟ بجوز كان العالم المصدي وهم يوم التقيت فيها. What the hell هذا منين جا؟ Hello.
غير سيون كمان طيب؟ نو. اللي بدنا ندور على المثلث. يب. عشان نروح المثلث هذا بيكون هون. القلعة اللانهائية تبع موزان. والله مجنون الافكار بهاللعبة، ما ادري ليش. عم احكي انه هيك لعبة يعني قديش قديمة. اوكي بشوف الافكار اللي فيها. لازم اوصل لهون يعني؟ اوه اوكي. باب احمر، باب اخضر، باب بني. في شي وراي. لا توجد عنصر. ايه قوس عليها يعني خرقة يا مان. ضروري تسوي لي فيها لغز وحركات هلا نص ساعة. شرشف يعني والله ما بده شي يعني فكه بسنانك برجلك بأي شي. اوكي كل الطرق تؤدي إلى روما. يا رب. حقرة بقرة قال لي عمي عد للعشرة، واحد اثنين تسعة عشرة من هون. اوكي يا رجل هذا الكريه صراحة هذا اكثر واحد يخوفني ما ادري ليش. لانه ما احسن افيته. اوكي غرفة سرية بس فهمت شلون؟ بس فيها لوت حلو. ما؟ ايه بغرفة سرية شباب شايفين؟ مفتاح. بفكر ذاك المكان ما فتشته منيح فراح ارجع له هلا بس وقت شوي. انا ركضت هيك ركضة على السريعة. خليت الرسم الخريطة عندي منيح. اوكي وصلنا لمكان ما. اكسر الحيط لك اكسر الحيط عيف الوحش مات. طيب يلا بما انك طلعت وطلعت في شيء مكانك يعني كان مهم ولا بس هيك رقدت ازعاج يعني؟ لا اكيد ازعاج بس يعني. اوه ماي جود مان. جيف مي رصاص جيف مي بوليت. فاضي فاضي فاضي. وين وصلنا؟ انا كيف كشفت اصلا هون ما بعرف. اوكي يمكن هون عرفت وين هون، هون راح يرجعني هلا للمكان اللي فيه حشرات كثير اللي انا جيت ركضت وفكرت يب 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 يب.
كسر التلفزيون مشان الدادي. في شيء بالبراد. سلايم. ذكرني باكلي هدول لما بس ما راح احكي لحد مشان ما يغلط يعني بس ذكرني فيها. اوكي لقينا كيروسين واكيد لازم ندور على قداحة. ليش؟ لازم نحرق ال وات؟ باب مرسوم ترول مي يوم ترولوني. ليش؟ لانه الخرقة ما تنقطع قطع تنحرق حرق. تقييم برادات ما في نص ليمونة. بين هيك شقفة بالماب هذا هو المكان اللي لازم اروح. ايوه من هون هذا هو. هلا والله حبايبي. هذا الباب اختصار لوين؟ اوكي يا رب. والان الولاعة. كبريت اسمه كبريت لكي. طبعا هلا ايش بدنا نسوي؟ بدنا نروح هيك ونرجع نحط الفتيل على او ماي جاد مان. مين انفايت يو على الحفله؟ ويت وات؟ هذا غير طريق اكتشفت انا. يب غير طريق. هاي دكتورة. مفتاح. اوكي المفتاح الحديدي. اوه عرفت وين المفتاح الحديدي. في باب هاي المفتاح لهون. ايش في جوا عجب؟ يلا مد ايدك مد. لك مد ايدك خلصني يا اخي. ما نحسن نمد ايدينا. ايش صار؟ راحت المي. قداحة. طبعا انا لقيت كبريت. اوكي okay.
ضروري تنزل لتحت. واكيد لازم انط وراك. اقفز اقفز اخي اقفز. اقفز توكل على الله روح. وقفت علي القفزة. Interesting. Okay, رجعنا لهون. في باب تسكر وفي باب انفتح. يب هلا مشي الحال. ممكن يكون في لوت مثلا هون 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 هيك مخبى بالقلعة موزان. لا اوكي لازم افتح غير الباب الا الاخضر، اذا كمان الاخضر يعني اوكي لا البني معناها عندنا ثلاث ابواب ثلاث الغاز. هاي المتاع دونت تفكر انك تنط علي. اوكي لغز وهذا الشق ما يعجبني، هذا الشق الوحيد اللي بيسويه شخصيه واحده بهاللعبه راسه بيشبه تفاحه الخربانه. اتمنى اكون غلطان. انا ما اعرف ليش انه انت ما عم تزحف من هون، بس يعني مشان اقول لك انه الطريق من هون، بس في طريق من ورا. اوكي كمان درج لتحت. والله لو اللعبة عم تدفع لي من جيبها يعني اللوت على بيعطوا للعيبة بفلوس ما بيسوى الحركة تبع انه اوكي بيخففوا اللوت. اوه هاي يا رب. Come on, dude. يا ليل. اوكي هذا بيطلعني لفوق من المكان الثاني. فهمت شيء. طيب خلينا نستكشف بقية الأجزاء تبع المنطقة. رصاص. باب تشابتر فيه شيء بايخ راح اقول لكم ايش هو الشيء البايخ بهذا التشابتر، انه انا مضطر اني في مفتاح هون افتح الماب. يب كيف حلو حلو الطريقة اللي مات فيها. يا ضروري ننط على بعض. اوكي في سلم بينزلني من هون. اوكي فهيك استكشفنا البوابة المقيدة بالاصفاد.
اسم المرحلة متاهة، فلازم يسووا لك اياها كل شيء فيها متاهة، كرييتيف لأبعد الحدود على الفكرة. يعني مو بس انه باسم وهيك فيها، بس نقول ما بالبداية متاهة. ستوب مان. اتوقع اني لقيت المكان اللي فيه المفتاح، وهلا بلشت افتح الاختصارات كلياتها. بس مفتاح لايش المفتاح الصغير؟ والله ما ادري. اوكي خلينا نسيف. ويا معلم البوابة المقيدة بالاصفاد تحت، لازم على كلامهم يكون هون. اسمعوا لنا، ما انتبهت ولا نسيت؟ اوكي فهمت الفكرة. كان لازم اطلع من هون. ثواني، هاي فيني. اوكي. بتعرف هاي كلها ما كنت منتبه لها؟ لا تطلع لفوق ولا تنزل لتحت، اوكي؟ يا بنتي رح تزعجني. ما في كهرباء هون معطلة. ليتس جو يا اخي. هلا ما عاد يعطوك طلق مسدس. خلينا نشوف، بس اتوقع اختصاري رح يرجعني لمكان ما. يب لهون. فهمت لوين. ان قيس يعني في حال قررت اني ارجع للدائم. سبحان الله. لا توجد عناصر، لازم اجيب شيء قطاع تقطع لهذا. كثير هادئه المتاهه، كثير. اوكي ما في حدا مشي من اليمين. مان والله عرفت، والله اي مس يو براذر. هذا انت؟ فايند ذا روم. وات روم؟ اوكي بس ايش راح تسوي؟ يلا ايش راح تسوي؟ الراديو ماني مطفيه مشان موضوع هذا، بدي اسمع صوت الجرزان. اوكي القطاعة. Ladies and gentlemen, we found it. اوكي هذا هون، ذكرت هذا الباب، بدنا نرجع نفتش ورا. يا رب. كمان نزلي لتحت يا اخي، والله العظيم كمية النزلات لتحت يعني مخيفة. بس ما علينا. ايه اعطوني ميديك وقولوا لي ليش ما عم تصرف ميديك، بس ما تعطوني طلب. اقفز. هلا لازم ارجع لمنطقة البداية مشان افوت من الباب الثالث. ما؟ واحد اثنين ثلاثة بوم. يب. لا
مو واحد اثنين ثلاثة بوم. اوكي واحد اثنين ثلاثة بوم. اوكي المكان الاخير او البوابة الاخيرة تبع المتاهة. هذول ما صار لهم شيء هذول؟ لسا هيك عم يسوي حركات غريبة. في شيء انفتح لورا. اوكي هاي ما كانت محسوبة بس يعني ضربت الشاطر بألف لو شلفها شلف. معناتها في غرفة تانية سرية هون ممكن يكون فيها موارد. اوكي هلا انفتحت غرفة سرية تانية. هذا الباب الرئيسي تبعنا بس انا ما ادري ليش قاعد ادور بالغرفة السرية. مشان ايش؟ اخذ بالاخير. اوه اربع طلقات. لا worth it صدقوني worth it. بتعرف هدول اربع طلقات بهي اللعبة بتنزل فيهم اربع وحوش؟ بتعرف ايش يعني انك تقتل اربع وحوش بهي اللعبة؟ هيك شباب انا قبل اول ما بلش يطوروا بهي اللعبة اوكي قالوا لي تحب تشارك؟ قلت لهم لا 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 ما فيها مشكلة. قالوا لي بدنا نخترع ليفل خاص. قلت له تفضل ما عندي اي مشكلة. قال لي هذا الليفل راح نسميه ليفل زاك بونش بس احنا مشان العالم ما يقولوا انه كرمالك نزلناه فراح نسميه بوس ليفل او الهارد. طب ما في مشكلة انا ما عندي اي مشكلة يعني جاهز يعني. اوكي الباب الثالث باب الاحمر لازم. شوف حركات طفي الضوء علي وما بعرف ايش بطلناها. اخر واحد طفى الضوء علي دادي. لا تسوي هالشغلات يا الله. هلا بدهم فيو والله مو منطق. طيب هني على هيك ادوسه ما ياثر. طلع قديش في كتار. ايه اعطوني ميديك بعرف لانه راح يفيقوا كلهم هلا وراح يبلش الدبك على راسي. ايه كتر كتر رصاص. طب ما عندنا من هلا يفيقوا. طيب يعني انه ايش الوحوش يستجيبون للضوء فمشان هيك فاقوا كلهم صحيوا. فهمتوا شلون؟ وكيرمان لا يا الله والله هذا الوحش اكره. هذا الوحش اللي تعربش هذا. ما عليك الموضوع عندي. ايش هي يو بلاي وذ ذا رونج فول؟ اتوقع اني سبيت حالي بالغلط شباب. هي يو بيك ذا رونج هاوس فول. بس انا قلت لقد لعبتم مع الغبي الغلط. تحمست. تهورت. ايه ايه اعطوني طلق. عم ينهدم الجدار العقل. هذا التفسير انه انا بالمتاهه يعني متاهه العقل. وحاليا بلش ينهدم جدار العقل. يلا طلع صوت وهو من الوحوش كله. يلا صح صحني اكثر صح. اكثر
حق ايش عم تضربون؟ ايش عم تضربون؟ يعني بيموتوا مثلا؟ شكلهم بيموتوا شباب. والله هذا ايه دخله؟ طب كله ضرب 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 ما فيش قيمة يعني؟ إذا وقعت له رجليه يعني ضربت أول وحدة فك الأولى لحد ضربت الثانية بوع بيموت. الحمد لله طلق شوتجن أعطوني إياه أخذوه مني. صرت ورا الجدار هذا أوكي. لازم ألمسه. أتوقع. لا ما لازم ألمسه. تسكر باب العودة. مان ريلاكس ما في طريق رجعة يعني لا تتهور. شباب افتحوا الطريق بعدهم. ريلاكس مان. ما في داعي للتهور. ما راح اضرب عليك مشان ما تعصب. اوكي الامور كلها بتنحل. سكروا علي سكروا علي. سكروا عليه. ثانك يو ما سمعوا. شفت شيء بنفسجي وذكرني. الله يستر ما تكون هي ماريا. ماريا يس. قصدي نو 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 او ماي جاد. نو ماريا ماريا كيف هيك؟ ويت وات. علامات اعتداء هي معناها. ايوه ماريا بلشنا نفهم. وحده الدادي وهي في حدا تاني معتدي عليها. انا اشوف علامات مقاومه ومقاومه. اوكي زعلت على ماريا. طلعت متعرضة لأشياء مأساوية كثير. I'm sorry girl. ما كنت متوقع هذا الشيء. Before I go شوفوا شلون الضرب اللي على وجهها. شايفين؟ يب. I'm sorry ظلمناكي حلقتين كاملات. Rest in peace. Bye.
زاك لعبة روب خليك جدي شوي جدي ولا ستي ها 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 مين كسر هاي؟ سيف الشجاعة ده السيف المثلث براس مثلث أنا أبو راس مثلث أنا مسوي كل الشغلات بالبنات والله شكلي أنا المجرم السفاح الشرير شوف شلون البنات أو بيخافوا مني اوه ماي جاد ولا من السيف لا من السيف معناته مو انا بجوز اخوان في شغلات بمخي بس ما بيصير احكي مقبرة What is this مقبرة أهم شيء إنه في طلق شرب هذا المجرم زجاجة من الشراب قبل ينفذ حكم الإعدام عليه هو مرتبط بشابتر السجن هذا المجرم سكر قبل ما يموت لعنة الله عليك يعني إعدام رايح ولسه عب هذا يعني إيش دي يصير فيك هذا القبر مو مبين مريم كي خائنة والتر سوليفيان لا لا تقفز يا اخي دقيقة ايش في انت متعودت كل شوي تقفز انجل انجلا اوروسكو ويت انجلا اوكي تذكرتوا مين انجلا تبع دادي وهذا اللي او ماي جاد اذا كانت الفكره الثانيه ببالي جيمس انا ايدي وين انجليكا طلعت مظبوط لا معناته الفكره اللي ببالي 100% ويا اخي انا تحليلاتي من بدايه اللعبه تحس انه انا كنت هلا منطقيا انا من امتى فقدت السيطره على نفسي يوم وصلت للسايلنت هيل انترستينج لسه ما خلصت ماب المتاهه انا لازم اكون خلصت شابتر المتاهه يوم جديد وشابتر جديد وما ادري فيه قدامي شغلات جديده اوه ماي جاد الحائط الدموي ايدي couldn't leave well enough alone huh you just had to follow me all the way out here يا اخي والله بالغلط ما اعرف انت how many times do I have to kill you Eddie whoa Eddie it's me تعرفوا oh حتى ايدي انا hi James يشبهني اللي بالارض ما؟ What are you doing? What's it look like I'm doing? You fat disgusting piece of shit, you make me sick. You gonna cry fat ass? You gonna run to your mama? Waste of skin. Why don't you just متنمرين عليه، متنمرين عليها. ضحية تنمر معناها. Oh. Maybe he was right. Maybe I am nothing but a fat, disgusting piece of shit. But you know what? It doesn't matter if you're smart, dumb, ugly, pretty. It's all the same once you're dead.
And a corpse can't laugh. Eddie, relax. Eddie. What's that? You want to talk down to me some more? Tell me to relax? You're just like the rest of them, James. No, I don't want... Shut up! You think I'm stupid. You think I don't see it. But you've been laughing at me all along. What the heck are you? Ever since we first met. But you ain't laughing now, are you? كفو هيك اتنمر عليك انا يعني حمار ومعك مسدس don't get all holy on me James this town called you too yeah you and me we're the same what we're not like other people don't you know that ركزوا على جملة هذه البلدة نادتك ايضا you're about to find out Find out what? أحس هذا يشبهني ما أدري ليش. كلهم أنا. James, when you're hated, picked on, Eddie, أنا عارفان إيش بدك تسوي. Yeah, I ran away after I killed that dog. But you know what? It was fun. It tried to chew its own guts up. Finally died all curled up in a ball. Then he came after me. I shot him too, right in the leg. He cried more than the dog. Now it's your turn, James. My turn? Eddie? تعال لك تعال. برمي النفط تعال. يا برمي الزبالة. صار عندك ايم ما يا دب هلجت الدنيا طب يعني هو من وين هرب هو من وين هرب؟ تعال تعال برميل ولو And I will find you. تعال لك. تعال تعال أنا بدي اياك coming for me. تعال يا برميل. كيف عم تهيل انا ما بعرف يا برميل
بس عندك طبقة دهن كتير تحميك. Fucking... This is it, James! I'll kill you, James! No, I will kill you. تعال يا برميل زبالة من اول تشابتر عم اعتني فيك، اوكي؟ هيك بتسوي فيني اخر الشيء؟ I'm sorry man. I had to. من إذا ما قتلته كان رح يقتلني. شايفين ضحايا التنمر؟ بوي كمان. وين مسدسك طيب اللي كان معك؟ Give me your weapon man. حرام والله. خسارة المسدس فيك. اوه انظروا الى اين عدنا، الى مدينة الورق، قصدي مدينة الطباب. بحيرة تولكا هذا الشابتر الجديد صار. اوكي وين اليوم جديد وفلوق جديد. ايش ذكركم القارب؟ ذكرني يوم سميرة، مين سميرة؟ يوم ماري كانت عم تحكي لي قصة الشخص اللي عم معه قارب، وقالت انه كان في شخص يجي بالقارب وحبيبته تستناه بالشمعة لحتى بيوم من الايام. طيب انا وين يعني بدي اروح هلا؟ طيب يعني اي دليل مكان روح عليه؟ حس القمر عم يقرب، قربنا منه كثير، شايفين الضوء؟ القمر جالس يبت. شغلتني ما هلا والله يا عيسى الكينج، منور ومضوين. لا شفنا ضوء شمعة ولا شيء، طلعت قصة كذب وخرافة تمام، حكوا لنا اياها مشان تضحك علينا ماري، تضيع لنا وقتنا وقتك. الماب نشوف قديش كبر الماب. هو ماب صغير اصلا. حديقة فندق بحيرة فيو. فيو من ويتشي يلا. إيجار قوارب بحيرة ليد كويفو، اقضي لحظات لا تنسى على بحيرة تولكا، كل هذا ب 15 دولار لليوم. ثانك يو مان. هناك طريقان، طريق من هنا وطريق من الخلف، ولكن يبدو أن الطريقان نفس الشيء. لا الأجواء مبينة الساحرة، يعني بيلزم أنك تجيب واقي الشمس يعني بسايلنت هيل. لما يتغير هذا المكان معناها صاحبنا بيعرف هذا المكان. هذا المكان لما التفاحة المعفنة. يلا هات ما في مشكلة. ذكريات. التفاحة الفاسدة لا تفتح الأقفال، لا تجرب يعني يا غبي.
تم اغلاق هذا القسم من الحديقه للصيانه، نعتذر عن الازعاج. اوكي او ماي جاد، ايش هذا البيت؟ اولي يا الازعاج. هلا هلا بدك تفوت على البيت، تضل 3 ساعات فيه مشان بالاخير طالع المفتاح مشان تفتح هذا القسم من الحديقه، وبعد ما تفتح هذا القسم من الحديقه راح يجيك وحش قوي جدا. ريلاكسيشن وان انجوي بفندق سبيشال بليس سبيك فاير ذات وورم اور هيرت فور ايفر اند وي جوين. هلا والله حبايبي، وهلا والله بالبونشاويين. او ماب غرفتنا ميريانا. اوكي مان، 3 طوابق وقبو. واي جيمس، واي حجزت بيك فندق؟ جيمس واي. موسيقى حلو. تشابتر مشفى، تشابتر سجن، تشابتر فندق. سووا عنا اماكن فوبيا من كل الاماكن. FBI! ما في شيء. انترموتزو رقم 2 بواسطة يوهانس برماس. Did I scare you? Oh my god, finally. Yeah, you did. Finally. I guess I deserved it, huh? The fart face that I am. Awesome. Maybe. Then again, maybe you're not so bad. Just annoying. James. Uh-huh. So, you got any other things planned? I think I saw a dark room back there you could lock me up in. No. I think you've had enough for now. Well, that's reassuring. Besides, I need your help finding Mary. She's here, isn't she? What? Come on, tell me. I wish I knew. But she said it in her letter. Wait. أنت شرفك برسالته. So there really is a letter? Oh. Yeah. آه في رسالة هي معه. Wanna read it? Just don't tell Rachel, okay? مين ريتشل؟ Who's Rachel? She's our nurse. I took it from her locker. My dearest Laura. عزيزتي لورا. I'm leaving this letter with Rachel to give to you after I'm gone. I'm far away now. In a quiet, beautiful place. أنا طلع عن جد. Please forgive me for not saying goodbye before I left. Be well, Laura. Don't be too hard on the sisters. And Laura, about James. I know you hate him because you think he isn't nice to me, but please give him a chance. بتكون هي بنتي. It's true, he can be a little surly sometimes. And he doesn't laugh much. But underneath, he's a really sweet person. I love you, Laura. I love you like my very own daughter. كأنك ابنتي، ما دام هي ابنتي لا. I wish things were different. I wish we could be happy together, like we talked about. Even so, I know you will have a good life. You're a strong, smart, beautiful girl. Happy 8th birthday, Laura. Your friend, Mary. لا تبكي، اوكي؟ خليك زلمة، لا تبكي قدام البنت. Laura. How old are you? I turned 8 last week. That means Mary couldn't have died 3 years ago.
Could she really be here? Is this the quiet, beautiful place she was talking about? Me and Mary talked a lot about Silent Hill. She even showed me all her pictures. She really wanted to come back. She also talked a lot about you, you know? She even... What? What is it? Well, it kind of was his other letter. I think the one was for you. The envelope had your name on it. You said it then, yeah? Did you read it? I wanted to. This one time, I almost did. Figured you didn't deserve to have it. But then I thought, Mary wouldn't want me to keep it from you. So I just sort of kept it for you. Here. It's empty. Hmm? Laura, there's nothing in it. What? But I didn't take it. I swear. Well, where is it then? I must have lost it. I gotta find it. Laura! Yeah, كل شوي نضيع هي البنت. I mean, okay, بس بالاخير انه يعني طلعت كويسة. It's okay. شوفوا كيف راح اخذ achievement. هلا بتشوفوا. بدي اضل عازف حتى اخذ achievement. Achievement انك افضل عازف. يا رب نبدا اوكي مطعم شيك شاك ردها بعدين تسجيل الوصول بعدين كافيه تولكا بعدين المفقودات نروح على المفقودات والموجودات مبدا ايش لورا لورا وات از ذيس مان اوكي بدنا شيء له علاقه هيك شارت ميوزك في إشارة سيفينج جوا مالت التسجيل بالريسبشن بتقول لك الرسالة السيد أو إلي جيمس سندرلاند بخصوص شريط الفيديو الذي تركته في غرفتك أثناء إقامتك الأخيرة يسرني إبلاغك أننا قد استردنا العنصر ونقلناه إلى قسم الموظفين في الطابق الأول يتم حفظ الشريط داخل خزانة الفندق ليتم إعادته إليك في أقرب وقت تذكروا الشريط اللي حكيت عنه ماري اللي صورناه بالفندق مفتاح الغرفة ميوزك بوكس لا ثواني شوي ويت بدنا نجيب يا شباب ما بعرف شغلات هيك يعني. والله فندق اكابر ما في داعي اكسره وارجيون قديش انا حاجي المطعم خذ الدواء عجبني التشابتر مدري عسرة غرفة رقم 102 اوكي تذكر ذلك الكتاب الغريب الذي وجدته سابقا دخل رجل ذو مظهر غريب منذ بضع ساعات وادعى أن الكتاب يخصه بصراحة لم أرغب في المجادلة معه كنت أود الانتهاء منه في أسرع وقت ممكن لذا أعطيته إياه لست متأكدا كيف علم بوجودي هنا لا أعتقد أنه كان نزيلا في كتاب لا أستطيع إخراجه من رأسي أوكي معناها تحت كله خالص ضل نفتش الجهة اللي فيها الوحش بعدين نطلع الغرفة الرقم الثاني بي ريدي خلي الحماس مولع بدك تزعجني كثير انت يا سبايدر مان مو انت مين تحت
حركش في هذا أصلاً أبو رجلتين. ذكريات افتر ماث بعد الحساب العقاب. صار عندنا فوبيا من المطاعم، فوبيا من الفنادق، فوبيا من المشافي. ضل شابتر المدرسة اذكر ولا ذاك بالجزء الاول. والله ما حلوة تجي تفتح هيك يعني، طويل عريض. تكريما للذكرى شون ميتشل، تعلن العائلة ببالغ الأسى عن وفاته. سيتم إقامة الجناز في كنيسة تقع في ساوث فيل عند تقاطع شارع ناثن بتمام الساعة 11. بعد المراسم سنقيم حفل استقبال بسيط. شلون يعني سنقيم عزاء وبعدين حفل استقبال بسيط؟ يعني ايش في؟ تفرحوا انه مات يعني؟ الغرفة رقم 102 اتوقع عندي مفتاحها. يب اوكي، الغرفة رقم 102 فهمت انه ايش؟ تعطيك لوت كذا. مفتاح الردها بدي يطلع من ورا مشان نفتح البواب الغرف اذا كانوا مسكرين. ويت 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 ويت. اه شوف هذا. مسكر مسكر. مسكر، طلع من ورا مسكر. يوم تفكر اوت اوف ذا بوكس، اللعبة بتصير كمان اوت اوف ذا بوكس. ستاف اونلي، موظفين يعني. طيب هذا مسكر. لازم نجرب كل الابواب. غرفة 104 اوكي، كل الغرف تفتشهم من عدا غرفة المعدات والغرفة 107. بتعرفوا ايش كان ممكن اضافة حلوة تكون للعبة؟ بس كان راح يقولوا الناس انه كثير تقليد ل ريزيدنت ايفل، انه ممكن تطور اسلحتك كدمج، بس لا تنسى انه انت معك الحديدة المطعوجة اللي ما تأثر بشيء. مفتاح جناح الشروق. حيدر، لا شيء. يبدو ان نبات اللبلاب الشائع يعاني من نوع من الافات، قم بفصله عن بقيه النباتات. لا مبين انه فصلهم. يب مبين انه فصلهم. يعني شفاف، ما تتخبى وراي، شفاف. اوكي غرفه 107 يا شي. هلا انا مو انا ما بعرف، بس انا ما بدي استبق الاحداث يعني. انا من النوع اللي ما بحب اسوي هالالعاب سبيد رن، ما بعرف، بحب استكشفها، استمتع فيها، تتلذذ يعني. يوم تاكل وجبتك المفضله وانت جوعان شلون بتحب تتلذذ فيها؟ وانا اللعبه من الالعاب اللي يعني القديمه وذكريات، بحب اتلذذ بهي اللعبه. يعني كان فينا نمشي مثلا بس على الخطيه اللي هن حاطينها، ايه اوكي، وختمناها. بتنختم معنا كان يمكن بيومين. بس ليش؟ ليش تحرم نفسك من المتعه؟ وعلى وتلعب لي اياه مستوى سهل؟ مان ديليت يور سيلف فروم ماي لايف. خلصت؟ بتعرف اذا برجع بتفشكل بوع؟ طيب هلا هون في شيء؟ غرفة الأموات؟ الأمهات؟ اه هون الأمهات بيجوا أتوقع. لا والله بتنفتح هذا الباب. هاي! ما بعرف ليش نازت. اوكي مفتاح الغرفة 102. في صوت حدا. ايوه يعني إذا ما أدعس عليكم بعد ما تموت رجعت فيه. أوكي.
التفاحة ما هي خربانة. اوكي. شيء قدام. اوكي. بدنا شوتجن لاي. دكتورة ايه لا تضرب. السجل الطبي المريض ام ام اس 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 اس. طيب اوكي بدي اقرا الملف. طيب طيب لازم يكون في هون معدات طبيه كثير اكيد. يعني بالمشفى ما بتلاقي شيء، يعني وين لازم تلاقي شيء؟ بالمرحاض منطقه اللعبه. اوكي فتحنا الاختصار. هلا والله حبايبي، هلا والله بالدكاتره. طيب ثواني خلينا نخلص من القسم اليمين بشكل كامل، اوكي؟ يعني نرجع هيك، بعدين نرجع نخلص القسم اليسار. يا رب. كتاب صامد حتى النهاية. كتاب الذي حلق، في واحد بيسوي كتاب كامل بس أنا راح عند الحلاق. راح أسوي لكم رواية يوم أقص شعري لأنه شعري طويل. كتاب اكتشافات فهم جديد. اوكي. لازم نجيب كتب ونحطهم هون. كتاب الكبرياء قبل السقوط. بصراحة أنا ما أعرف ترتيب الكتب، فهنعيف لغز ترتيب الكتب لبعد شوي. تذكروا إنه في عنا لغز ترتيب الكتب. ساعة نفسها ما تغيرت، وهلا انتبهت إنه نفس هذا اللغز تبع لغز الساعة نفسه. هي الساعة، الساعة كلها يوم العقرب الكبير حطيناها على 9 والعقرب الهاد نفس الضبط. الوقت ما عم يتغير ابدا بسايلنت هيل. البداية فكرت انه الساعات خربانه محل ما كنت. 207 ما هي شغاله، 206 شغاله. جي 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 جي. يا اخي ايش في، ليش انت طب ويت وات؟ كان في واحد تاني هون. ما ادري اللي دخل من هون. ثواني هذا دخل على الغرفة المسكرة. شكرا انك زحفت لحالك لعندي. اوكي. صوت الرادار لسه شغال، معناته في حدا. معقول هذا اللي هون؟ هذا وين راح اللي كان هون؟ عبر من هونيك. اوكي. طيب عندنا الغرفة. ويت وات؟ في بال 205 شيء. يا اخي بس. والله العظيم نقزني. اوكي فوق كله خالص، رح ننزل لتحت نبلش. غرفة رقم قديش؟ 202 معي مفتاحها. ويت لا تطحش الطحشة الغبية. مرآتي على الجدار، من هو الأحلى بينهم جميعا؟ انزع الجلد اللامع وانظر إلى اللحم المتعفن بالداخل. أمين يعني قديش راح يكون صعب هذا اللغز؟ تخيل حطيت قطعة محلها مضبوطة. العالم بترتب من الزوايا، أنا عم رتب من النص، كيف ما بعرف؟ أنا نفسي ما بعرف. هو القطعة كيف ركبتها بالنص؟ أنا ما اللي بيسأل أنا ما بعرف. نو مان إيش هذا؟ في قطعة ناقصة. في قطعة ناقصة. ما بتستر التفاحة؟
هي تعرف اذا ينطش علي؟ اللعبة الوحيدة اللي بتعطيك وحوش ينطوا عليك كل شوي. تفاحة، طب اذا حطينا تفاحة معفني. شكله بيسر. لا نحل اللغز. اوكي خلصنا اليمين. طلع لنا اللغز هون. طب اي شيء بيدل على مثلا عليهم؟ اوكي فوق اسد دور. اوكي ممكن هيك. صورة حمراء. وات؟ اوكي بس ما حدا ينط علينا، ما في مشكلة. اوكي في لغز هون. صورة رقم واحد. ويت الصور مرتبين. لمبة يمكن. لك راحت التفاحة. ويت وين راحت التفاحة؟ اللي التفاحة اللي معفنة والتفاحة اللي هذا راحت. انترستينج. بدي لمبة. اوكي بدنا لمبة وبدنا نفك لغز الصور. طيب الصورة رقم واحد، صورة رقم اثنين، صورة رقم ثلاثة. اوكي خلينا نخلص القسم اليسار من الفندق وبنرجع. هلو ايش صار بالفندق؟ وات ذا فوف. ممرضة؟ ليت مي تشيك اذا معي طلق شوت جن. اوكي اي دونت هاف، كم تو مي بيبي. اوكي الصيدلية هاي فتشناها الحمد لله، جينا لانه من ورا وفتحنا الباب من هون، فتحنا الاختصار. سو جود جوب فور مي اني سويت الحركة من شوي. هون اعطوني طلق شوت جن. واو امبلوي اليفيتر لهي الغرفة 300. 214 مسكر، احتمال يكون الصوت من فوق. 212 مسكرة، احتمال يكون حدا متخبي لك بالزاوية. اوكي مان. مسكر وهذا مو مسكر، لازم بس انتبه ليكون حدا متخبي لك. اوكي سوري. ذكريات ما يلزمونا. فبنكمل تفتيش. يا رب. القسم اليسار نوعا ما خالص. الا خالص. فوي كونتينيو. دكتورة كيف؟ لازم هلا نحن بالطابق الثالث. ريلاكسيشن الطابق الثالث المليء بالالغاز. اوكي اقرا اللوحه اللي هون. افتح غرفه رقم 107.
ملاحظة المظلومين أكثر وطن طويلا الوصول إلى غرفة الاجتماعات. يمكنك أيضا المرور بالغرفة 107. سأترك لك المفتاح. أحد الضيوف قد أحدث فوضى. أوكي ثانك يو. مفتاح 107 وين كان؟ عزيزي الغرفة 107 كان بالطابق الأول إذا أوه والله نازل على الغرفة 107. ويت لا ما راح أنزل على الغرفة 107. خلينا أخلص الطابق الثالث عشان أجمع كل أفكاري فرد مرة ونعرف الغازنا. عندنا الغاز بالطابق الثاني. مع انه ما معي طلق مسدس ما راح تصير. جيمس قطع. صراحة اوكي خلص خلص جيمس خلص خلص جيمس. ما كان هذاك الشخص اللي يبكي؟ لا عرفت وين الغرفة كانت على الزاوية. اوكي انا جبنا طلق مسدس هلا بنحسن هذا هذا المصعد مسكر. مين صرخ جيمس؟ هدول غرف مسكرة كلها. حلو غرفة فيها دم الله يستر. هون السطح. اوكي نشوف الغرفة اللي فيها دم. وي كانت. خلصنا الطرف اليسار بشكل كامل. اوكي ما ادري اذا كان اختصار بس اتمنى انه يكون اختصار بين الطوابق. خوفني. بس نحن ما انا جايين لهون. في شيء عم يرفرف. في كتاب. بعرف انه احيانا تستغروا شباب من الاي كيو تبعي يعني بلحظتها بحل اللغز. هاي الغرف مسكرة بالمرة. هلا الطابق الثاني حرفيا خالص خالص يعني فهمتوا شلون؟ ما فيه شيء بس فيه الغاز. قصدي يعني مثلا عندك هون لغز. اوكي رح انزل على الغرفة 107 بما انه جيت. اوبن. في رسالة بتقول لك ملاحظة للموظفين عند الانتهاء من ذلك تأكدوا من كنس الأوراق الموجودة في الحديقة. بعد ذلك يمكنكم العودة إلى المدفاة. من الأفضل أن لا أراك تتكاسل في العمل. طيب ماشي مثل ما بدك. نتذكر انه في كتاب كمان طبناه كسرناه لتحت بالحديقة او بالجاردين. سوني غرفة الازهار هي نفسها. يب في شيء بالحديقة. في بوابة هون عندنا. اوكي 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 لما اعطوني طلق شتجن اتوقع ممرضة ما ادري ليش. يب حتى الوحوش صرت تعرف ايش هي. بتعرفوا ايش بايخ بهذا الوحش؟ يوم يقرر انه يضربك خلص بده يضربك يعني انه ايش ما تسوي راح يضربك. Ah!
ايش هذا؟ مفتاح الموقد، اوكي. تبع الطابق الثالث، لغز الموقد. خلصنا هيك؟ خلصنا. الموقد اول شيء ناخذ منه اللغز تبعه مشان ننهي. فيا معلم تجي لعند الموقد تعمل هيك، تفتح الموقد، تاخذ اللعبة الثانية. God damn it. انكسرت؟ ما فكرت. What the hell is this? يب هذا ابو يتين عرفته. بصراحة ما راح افايته. لازم افايته. ذكر ما تعملت السقف. اوكي ما في داعي يعني الدراما اي زايدة. ان شاء الله يكون مات. What the hell is this room؟ ايش صاير هون؟ طلاء احمر، اوكي. معناها هذا مو دم، معناها ما صاير جريمة. في واحد هيك مسوي. بس ليش؟ ليش اخذت علبة الطلاء؟ قول شغلة واحدة. طيب خلينا نركز على الماب. البادلوك مقفل. بهون هذا الماب ما في شيء. القبو ما وصلنا له. بالطابق الأول عندنا بس تبع الموسيقى. ومفتاح هذا ما عندنا. وبالغرفة رقم عنا المرآة. اوكي في عنا البوابة اللي تحت. بوابة الحديقة ايش كان؟ بوابة الحديقة يعني. معناها يب بوابة الحديقة يوم ضربت هذا انكسر ووقع نزل لهون.
لمبه يعني بدك للدراما كان اجي اجيب لمبه من هون. هلا انا ودخلت ما شفت القبو. بار دموع فينيسيوس، هذا بار. اوكي بيقول لك يرجى التاكد من تنظيف المدفأة في غرفة المؤتمرات. ملاحظة ان انتهينا منها وما بتلزمنا. معناتها حرفيا ما في شيء بالقبو غير اخر شيء راح نجي لهذا الباب. بعدين اطلع هيك وراح تلاقي الكتاب هون. راح تلاقي فيه ايش؟ فتاحة علب. والله يعني انا بحس انه في شغلات يعني معلش انه اوكي حلوين الغاز بس انه كان فينا يسوي يعني بطريقه ثانيه. دروب البربل دروب ال... دروب السطل بالارض خليه ينفك ولون شوي اللمبه. اوكي يعني بدك كل هالدراما نروح نجيب الدهان ننط وتنفي الغاز بالاخير. اوكي بازلز يعني فانبسط. يعني المخرجين يحطوا لكم بازل وما يعجبكم ما يحط لكم ما يعجبكم. يا رب نبدا حل اللغز تبع هذا. لوف لوس ليوسيت. اوكي لوف لوسيت. ياي طب اضرب طلقتين كان على هذا يا رجل وافتح الشنطة وطالع الشيء اللي جواتها. ما بدا دراما كمان كذا. وصلنا على الاسانسير. رح نستخدم الاسانسير نروح للطابق الثالث للقسم يلي ما درنا نفتحه. لماذا؟ لا اعلم كل هذا لان هيك اللعبة بدها تعذبك. Wait, what? أنا ليش شفت أغراضي كلها تحت؟ قواعد ذهبية للموظفين، يجب الموظفين يجوا بالوقت، عدم التغيب، لبس الزي الرسمي، اوكي، حلاقة الشعر، قص الأظافر. أنا جوني شاب جذاب جدا. قسم الموظفين. الحد الأقصى للوزن شخص واحد؟ معقول لهيك عفت اغراضي؟ يعني اساس وزن اغراضي كان وزن شخص ثاني يعني؟ في خزانه جوا. اتوقع هي الخزانه اللي فيها الشريط. يعني 1 2 3 4 عسل. لا شيء يعمل لن ينظف ابدا لن ينظف. اطلب ملاءات جديده مثلا. هولي مولي من برو كثير غزيسين يعني بدكم تلحقوني الحقوني يعني بدي اضل ساعه تمشي وراي وانا خايف منكم. نو واي مان. اي دونت كير. والله طلع شو عم يمشي يا رجل. طلع في كمان هدول. يلا هلا
ليش في ارشيف من اسمه انتراكت وذ بريد تفاعل مع الخبز؟ ليش؟ هاي باي. طب الله عم تعطيني كل هدول الاغراض مشان ايش؟ اذا انا اسلحتي كلها فوق. اوكي الثانية. اخي ما في مشكلة بتحمل كل الوحوش بس ما يجيني هذا الوحش اللي ينط علي. هذا اكثر واحد كريه لانه. هلا لا هو لا هو باء ولا وش هي قصة شوي بعدين بلكي. اتوقع هي طيب هلا هيك خالص الغز. ريلاكس من هلا هذا الحل لازم يعطيني مفتاح لحتى افتح هذا واروح اطلع اجي اجيب اسلحتي وابلش بهذول. سبعة أربعة واحد أربعة. ريلاكس مان. الشريط. يلا باي. طيب اوكي خلصنا يعني ايش هذا؟ مين لك انه انا طالب تشابتر اكسترا؟ اوه طيب لا تلحقني. كأني في واحد جنبي. اوكي. شريط فيديو ما بيشتغل؟ يا اخوان كأنه كبرنا الموضوع زيادة عن اللزوم، الشغلة كان اني اجيب شريط فيديو واطلع يعني. مفتاح حانة فينشينسوس. مفتاح حانة فينيسيوس جونيور. معناها بدنا نطلع هلا من عند الحانة. ايش صار؟ ليش هيك شكل الارضيه وكانه عم يمشي على مي؟ وانا بمي عن جد طلعت غرقان. تمثال الاخير. الاكواريوم مكسور. طب
هلا منطقيا يعني انا لازم ارجع اروح اجيب اسلحتي كلهم. طيب لازم اطلع هلا اطلع كلياتي اروح اجيب اغراضي. ما عندي ماب كمان شات وين كان مصعد. انا اخوف اشغل الجوي بوكس. هات كاسك بالحلال يلا. تخيل تجي ما تلاقي اغراضك. مضيع شيء حبيبي؟ والله انا بعد التفاهة من السينماتيك اللي طلع يعني حسيت راح يصير شيء. نطفة متكيف انه انا هيك جاي عم اخذ اسلحتي هلا. قلت راح يصير شيء ما في مجال يعني ليش دخلنا السينماتيك؟ انا قلت خلص خربت الدنيا هلا صار سينماتيك طلع بس انه تفاهة. ليش في مي؟ عند سندريلا الاخيرة عندي وردة سندريلا. اوكي نوصل الطريق من سندريلا لهاي. طيب لازم يطلع هذا. في جواتها وحده كمان لسه. ويت اوكي في هاي بس ما بترجع لبيتها. معناتها شغلنا هون. اوكي لا هي راحت مو لعبيتها. اوكي لا 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 اوكي وين عم تروحي؟ نظرية ببالي. اوكي هي يب هي. اوكي زبط. هكذا بكت في صمت بدون أمير لتتزوجه، تضحي بحياتها بقلب مكسور ووحيدة. عندما يدق الساعة في عمق الليل كانت تسرع بالغوص وحيدة. نام في نوم عميق في سبات مسموم على سرير من حجر. في نوم عميق في سبات مسموم على سرير من حجر بدون أحلام وحيدة تماما. معناتها هي ما راح تتحرك. هكذا بكت في صمت بدون أميرا لتتزوجه تضحي بحياتها بقلب مكسور. هاي ما نعرف. هاي لازم تدق الساعة. هاي لازم تروح. أوكي هاي نظامية خلصنا منها. معناتها هاي حركتها هيك حركة واحدة على اليمين. كله حركة 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 بس. اوكي تعقيد الامور عندي انا ما بعرف ايش. 3 اف يلي هو طابة الثالث. دين وين اللي انا قتلتهم كلهم هون؟
اوبسيرفس روم، اوكي غرفة المراقبة هي اللي لازم نشغل فيها الفيديو. ريتش روم 312 هي كانت اوه نتفرج على الفيديو هون. بي سي ار بلاي ستيشن 1. اوكي واخيرا راح نشوف الفيديو ايش فيه. اللحظة التي هرمنا من اجلها يا حمدي. Are you taping again? Come on. I don't know why, but I just love it here. It's so peaceful. You know what I heard? This whole area used to be a sacred place. على فكرة عن جد تشبه ماري. إذا تفرد شعره مثله وتصبغه تشبه ماري. You can see why. It's too bad we have to leave. Promise you'll take me again, James. جريمة قتل. أنا قتلت لماري. مو بس قتل، اعتداء كمان. Hey, there you are. Do you know where Mary is? Mary. Come on. Talk to me. Mary's gone. She's dead. Liar. That's a lie. No. It's the truth. She died because she was sick? No, because I killed her. I killed her. Killer? Why did you do it? I hate you. I want her back. Give her back to me. And now I want to kill you. Oh, I'm sorry, sir. I knew it. You didn't care about her. I hate you, James. I hate you. I hate you. I hate you. She was always waiting for you. كانت دائما في انتظارك. Why? Why? I'm sorry. Mary, you know, isn't here. لأنه كل شيء تقريبا أنا عم عيشه هو أفكاري ومرض نفسي. أنا أحس مثل ما قلت لك من البداية وعم استعيد ذكرياتي بهي الطريقة، الشغلات اللي مسوية أنا. What? Mary? James.
What? اوكي صار وضع كتير كريبي ويخوف. اوه ماي جاد، تحولنا هلا للفندق المصدي، يعني انعكست، رحنا على العالم الثاني. نفس الفندق تبعنا بس مصدي. هي احلامي، هداك واقعي يعني. تخيل قديش الشخصية اللي عم تلعب فيها انت شخصية حقيرة، والكاتب من البداية عم يخليك يحسسك انه هو الزوج الحنون اللي مضيع زوجته، تمام، وقاعدين نبحث ومتعاطفين معه انه يكون مجنون، مو مجنون، انه يكون يعني متعاطفين معه. حرفيا يعني احنا متعاطفين مع انسان، اوكي، قاتل متنمر بتبع العنف الاسري. شوفوا شوفوا هذا مخه، يمكن ما شوفوا مخه القذر. معناته او ماي جاد، اذا ماري هي نفسها ماريا. Still can't wait to write. انا كنت عم اتنمر على زوجتي اللي بتحبني. فرحاني منزل مقطع على الانستغرام. لا يوجد شفاء لجروحك، جرحك خطير. مان انا اوسخ من القاتل معناها. بس شوف انا ما بعرف، كنت بصراحة يعني بيني وبينكم انا ما كنت بعرف انه هذيك زوجتي. بالعكس انا كنت انسان كثير كويس وعم احاول احمي الزواج. شفت وين؟ نط نط، وقفت على هاي نط. الغريب انه حرفيا مضى الوحوش. نظفوا انفسكم واجعلوها طاهرة، ازيلوا شر افعالكم من امامي. شباب فعليا ما في وحوش هالمرة. حمامات خضر، مخي المعفن لانه لسه الساعة نفسها. هون مكان الأمهات، كان مخوفوني. أعوذ بالله، والله كمان خوفوني بنفس المكان. أوكي لازم نروح للمصعد. أوكي في طلق، معناها في فايت كمان، بس مو هالفايت الأسطوري. اوكي
وصلت ل انا ليش عم حلل؟ لا خلص معش حكمل على تحليلي انه قذاره قذاراتي مستنقع افكاري. شايفين مستنقع افكاري؟ هذا هو نخرج الى النور، نور الحب. وات ماما؟ ماما ماما I was looking for you. You're the only one left. Maybe then I can finally rest. ماما ماما مين يا حبيبتي؟ ايش في؟ What's wrong? Wait. You're not my mama. It's you. I'm sorry, Angela. I think you were right. What we're looking for, it's not here. Not anymore. Thank you for helping me earlier. But I wish you hadn't. Even Mama said it. I deserve what happened. No, Angela, that is not true. Don't pity me. I'm not worth it. Or maybe you think you can save me? Will you love me? Care for me? Heal all my pain? That's what I thought. James. Give me back the knife. No, I won't. Saving it for yourself. Have it your way. It doesn't change anything. أكيد لأنه عم يحترق يعني جاكيت. You see it too? For me it's always like this. شكل وحوش صاروا. مين عبس حدادي؟ اوه الممرضة عم تصح لي دادي؟ ثانك يو بس ما في داعي. هلا ما عم بيهجموا علي.
هاو؟ ايش صار؟ لازم اوصل واعرف ايش صار. تفريغ الغرفة 312، لا احد سيعود. وحوش صارت تخاف مني. What is this man؟ طلع كم سيف عندي؟ آخر فايت لازم نقاتل أبو مثلث، أبو راس مثلث. نو واي، هالمرة أنا عن جد زعلت لأنه بعرف أي مرتي طلعت. سوف تندم على هذا، لقد خسرت كل شيء، حان وقت الانتقام. I know what you are. أعرف ما أنت عليه. I know why I needed you. أعرف لماذا كنت بحاجة إليك. But it's all over now. لكن الأمر قد انتهى. I don't need you anymore. لا ما عاد بحاجة إليك. اثنين هالمرة على البطل؟ مان بالمليون. Oh!
بينهار عم بينهار ما عاد عم يتدمج. ماذا ما اتش بي قتلوا حالهم. Destroy what you don't need. بيضة قرمزية. بيضة ذات لون صدئ. ممكن دواء. What do you want, James? I want you. Flowers. I don't want any damn flowers. Mary, please, no. Just Mary. Go home already. Look at me. I'm disgusting. Between the disease and the drugs, I look like a monster. كانت مريضة. Well, what are you looking at? Get the hell out of here. Leave me alone already. I'm no use to anyone. I'll be dead soon anyway. It'd be easier if they just killed me. But I guess the hospital's making a nice profit off of me. Why are you still here? I told you to go. Are you deaf? كمان طلاق. صورة يشكل الضغوط على العقل. ليش كمية الرصاص؟ ايوه اوكي ماري. ماري. اوكي. حتى لو بالمخيلات يعني ما في شيء واقعي يعني بيصير. I have missed you so much.
I've missed you too. We can finally be together. Forever. No. What no? James. لعبتني 16 ساعة مشان تيجي تقول نو ليش؟ What's wrong? I'm sorry. I know you tried. James, please. But she's gone. I know that now. Stop it. And I can't just keep pretending. Shut up! What do you want? Do you even know anymore? I'm yours. I'm here for you. So what if I'm not her? Hey, مو هي, هي وحدة تانية, what? I can give you what she never could. I can be better than her. Huh? What else do you want me to be? What else can I be? I am so sorry, Maria. I really am. But this has to stop. It's time to let it go. Okay. What? I won't let you do this to me. I won't let you go. I can't! ريلاكس 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 اوكي خلص بحبك بموت فيكي ومن طيب بلكي لازم نضرب هدول يب اخرج دخلني مع الفايت مع البوس الاخير بدون اتش بي شلون ما طيب بدي اتش بي قلتشت يعني والله فكرتك قلتشت بدل سلاحك على السنايبر خلصني اوكي بس فهمت يعني طريقه كاونتر تبعها Huh.
مان. What? Come on, please. أعطيني طلقة بجهزني. ماري الصغيرة. راوند 3 ماري كمان. استراحة يعني بين الأشواط أوكي، يعني ما في داعي استراحة بين الشوط الأول والثاني. خير رجعني من الفز الأول. المخرج قديش غشيز يعطيك. اوكي اذا جمعتهم المرة كلهم ما يعني طلع. ما بتصير لي إشارة غامقة كتير غبي من نفس نظام بيك اب، يعني حاطط لك يوم على رف صغير وبدك تاخد انجل معين لتشيلهم. ليش طيب؟ زدتن على الارض احسن. طلع صراحة أنا هاي ما أعتبرها صعوبة، صار غثاثة. أوكي
ماشي. طلع طلع ما بيشين. ما راح يشيله وما شلته ما حتى. Hey, handsome. I'm sorry. Don't be. I told you. I wanted the pain to end. Yeah. You did. That's not why I did it. The truth is, I hated you. Hmm? I wanted you out of the way. I wanted my life back. If that's true, then why do you look so sad? Mary. It's okay, James. Here. It's what you've been looking for.
In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. Okay. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. في نص الرسالة. Waiting for you to come and see me. But you never do. So, I wait. Wrapped in my cocoon of pain and loneliness. I know, I've done a terrible thing to you. I wish I could change that. هي مرتكبه شيء بحقي فظيع. I feel so pathetic and ugly laying here. Every day I stare up at the cracks in the ceiling, and all I can think about is how unfair it is. The doctor came today. Told me I could go home for a short stay. It's not that I'm getting better. It's just that this could be my last chance. Even so, I'm glad to be coming home. I missed you so much. But I'm afraid, James. I'm afraid you don't really want me to come home. Every time you come to see me, I can tell how hard it is on you. I don't know if you hate me or pity me. Maybe I just disgust you. I'm so sorry. When I first learned I was gonna die, I couldn't accept it. I was so angry. I struck out at everyone I loved. Mm-hmm. Especially you. That's why I understand if you hate me. But I want you to know, I will always love you. Even though our life together had to end like this, I still wouldn't trade it for the world. Well, this letter has gone on too long, so I'll say goodbye. I told the nurse to give this to you after I'm gone. Which means that as you're reading this, I'm already dead. But that's okay. I'm not afraid of it anymore. I just hope the pain will end soon. So that you remember me for who I was. And not what the disease made me. I want you to go on. I want you to live for yourself and for others, like you did for me. James, you made me happy. ما فهمت. المرض قتله، أنا قتلته. خمستاعش ألف سؤال ببالي صار. Reach the ending. What؟ عب صعب خمستاعش ساعة.
ومثل ما أنا عندي 15,000 سؤال براسي، أنت كمان عندك أكيد 15,000 سؤال براسك. ولكن لبين ما نزلت هذا الفيديو عملت بحث كامل وفهمت كل الشغلات وكل النهايات والقصة بشكل عام. وإذا حابين تعرفوا أنتوا هذا الشيء اكتبوا لي تحت بالتعليقات لحتى أسوي لكم فيديو مرتب يشرح لكم كل هذا الشيء وتروح حي الأسئلة من راسك، لأنه بصراحة القصة طلعت عميقة جدا وخليتني أقعد أصفى مع حالي 3-4 ساعات أنا وعم دور وبحبش بين كتب وروايات وأفلام لهي اللعبة. anyway أتمنى تكون عجبتكم هاي السلسلة واستمتعتوا بهذا التختيم. ومرة تانية شكرا لكل اللي ضلوا لهلا عم يتفرجوا لنهاية هذا الفيديو، ومن هون الحلقة الجاية بونشاوين. I love you جميعا، باي. يعني بدي أرجع عيد اللعبة من البداية حتى أخذ النهايات التانية.